دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، القائم قضاء ما فاته، هل يجوز أن يقتدي بشخص آخر؟ نعم، يعني الرجل المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة ثم قام يقضي ما فاته، هل يأتم به أحد دخل معه؟ وتسلسل بعده. نعم، هذا التسلسل الثاني. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن هذا غير صحيح وأنه لا يصح أن يأتم به أحد، ومنهم من قال إنه صحيح لكن خلاف الأولى، وهذا هو الأقرب، أنه صحيح لكن خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا. كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده، ثم إن هذا يؤدي كما ذكرت إلى التسلسل، فيصلي من دخل مع هذا القاضي الذي يقضي ما فاته، وربما يفوته شيء يعني هذا الداخل فيقضي بعد من ائتم به، ثم يأتي ثالث ورابع، وفي هذه الحال يظهر جدا أنه بدعة.